مش في لائحة مش منحة، منظمة. في لائحة مش منحة دواجن. يعني، لا لا لا، هو لائحة يعني احنا منظمة. في حلقة سابقة كابتن اسلام اتكلمنا عن افتتاح جراج مدينة نصر، نعم، وقلنا ان هذا الجراج بيخدم منطقة مدينة نصر كلها والمحاور اللي حواليها. يعني الاهلي هو مين بيساهم. اللي ادى الموافقات؟ اه هو يعني اللي ادى الموافقات؟ الرئيس كان الدولة. معدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان معدي شايف، اه قال لك ايه ده اعملوا كذا، الموافقات طلعت، الموافقات طلعت، تسارع العمل فيها تسارع العمل طبعا. فيها. يعني الاهلي بيساهم في بناء دولة وجمهورية جديدة ودولة جديدة. طبعا فيعني اذا كان مثلا على سبيل المثال الجراج مدينة نصر مرحلة سابقة، احنا دخلنا دلوقتي في، طبعا انا بسميها مش مجمع صالات، انا بسميها مصانع ابطال. يعني مصانع ايوه الابطال دي اللي مجمع الصالات اللي انشئ في الشيخ زايد، يعني مهم جدا، بيحتوي النشء اللي في هذا المربع الكبير جدا، الجيزه كلها واكتوبر وزايد، وبيضم يعني هتقولي لقطات يا شباب برضه عشان نشوف عدد يعني الموهوبين اللي كانوا شغالين يعني واحنا بالظبط. شغالين يعني حاجه، طبعا يعني انا شفت عناصر، اعداد كبيره وانا جدا. ليا حافلتين على فكره بيلعبوا كره السله بسم الله ما في شاء الله. جزيره في زايد. في زايد. فبالتالي مجمع الصالات ده يعني مش مجرد يعني مبنى اتبنى ولا بيتفاخر بيه خالص مجلس اداره خالص النادي الاهلي، لا ده اضافه للبنية التحتية الرئيسية الرياضية الرئيسية لدولتنا كلها لمصر. اهو بص حضرتك عدد الشباب او عدد بالتالي الموهوبين النشء اللي كله موجودين، يعني، النشء اللي موجود، وبص يعني الولاد بسم الله ما شاء منطلع الله، منهم، والبنات حاجة جميلة. 20 30 بطل مصري بالظبط. ويوصلوا هي اولمبياد جيانا فاروق طلعت منين؟ ما طلعت من هنا من من طبعا الصالات دي. طبعا. فانا بالتالي انا عايز اقول يعني دعم، مش دعم وزارة الشباب يعني ده مهم جدا ايوه عشان يساعد النادي الأهلي وغير النادي الأهلي. طبعا يعني كل من لديه فكر في ان هو يطور منشآته، ده مش يعني مرحلة مهمة جدا ان احنا نشأنا واولادنا يلاقوا مكان رياضي يحتويهم ويبني أجيال جديدة لبلدنا. نعم فبالتالي أنا يعني تأخر وزارة الشباب والرياضة في تقديم الدعم والمساندة المالية المطلوبة، لأن يعني مش عايزين نقول إن دي مسألة مكلفة جدا، ولا لا انا يعني بقول لحضرتك رقم ولا يعني قد يكون اقل شويه اعلى شويه، لكن المليار جنيه ده مليار جنيه خلال الاربع سنوات اللي فاتت في انشاءات او في خلال السنتين، انا مخليني اتكلم كلام اللي انا شفته بعينيا.